كان شعار بن دلمو، هناك كان شعار بن بريكان. 6:05 بدون التزام من الثانية تهانينا والناموس لمالك سالب وصالح بن بريكان المريفة، تهانينا والناموس للجميع. إذن باسمك اللهم نبدأ وعليك نتوكل، ومنك يا الله طلب السداد والتوفيق يا رب العالمين، على بركة من الله وتوفيقه تتواصل الانطلاقات وتتواصل الأشواط هنا في هذا الميدان، ميدان التحدي، حيث تحضر الشعارات وتحضر هنا النجوم باحثين عن القمة وعن الأمجاد وعن الإنجازات. أبدأ بداية مع هذه الانطلاقة، انطلاقة شوطنا 18 والخاص لسن الإبكار الحقايق من مسافة 4 كيلومترات. أبدأ بداية مع نوف جابر بن ناصر بن ثاقب، من يقدم لنا نوف على مستوى المركز الأول. المركز الثاني أجد هنا مبشرة وحمد بن فرج بن دلموك، من يقدم لنا مبشرة على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث لأتابع الوصول، لأتابع الانطلاقة في هذه اللحظات. الله 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 الله، مرحبا بهذا الاسم، عليا تصل ومحمد بن محسن بن جابر الغيثاني، من يقدم لنا عليا. المركز الرابع، أتابع الوصول، أتابع الانطلاقة في هذه اللحظات. مشرفة وعلي بن زيد بن محمد آل بحيح، من يقدم لنا مشرفة على المركز الرابع. تنطلق مشرفة في هذه اللحظات في يوم الكبار، في يوم التشريف. المركز الخامس يا أخوان، اللي على المركز الخامس تنطلق من الجانب الآخر. لحظات ونتعرف اللي على المركز الخامس، تنطلق هنا الجادل وعلي بن محمد الزعبي، من يقدم لنا الجادل على المركز الخامس. هكذا هو النداء للخمس الأسماء الأولى، ولكن العودة وين؟ العودة إلى نوف. يا نوف، نوف على المركز الأول. جابر بن ناصر بن ثاقب، من يقدم لنا نوف على المركز الأول، ولكن يا سلام الجادل غيرت في هذه اللحظات. علي بن محمد الزعبي، من يقدم لنا الجادل ليغير إلى المركز الأول. المركز الثالث، أجد الوصول، أجد الانطلاقة في هذه اللحظات من قبل هذا الشعار. وصلت هنا بابل، مسعود بن محمد بن راشد المري، من يقدم لنا بابل، ولكن الوصول والانطلاقة هنا في هذه اللحظات. الله 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 الله، اللي وصلت هنا وانطلقت الشاهينية. جابر بن ناصر آل زبدان المري، من يقدم لنا الشاهينية على المركز الرابع، تتسلل إلى المركز الثالث. أيضا الوصول، أيضا القادمة والمنطلقة من الجانب الآخر. يا سلام، هنا الغزلانية، علي بن فهد بن براك، من يقدم لنا الغزلانية، وأيضا الأسماء واصلة، ولكن العودة، العودة، العودة إلى نوف. نوف، نوف، وكل الخوف من نوف. نوف على المركز الأول. جابر بن ناصر بن ثاقب، من يقدم لنا نوف؟ الشاهينية على المركز الثاني، الشاهينية على المركز الثاني، من يقدم لنا الشاهينية؟ جابر بن ناصر آل زبدان، من يقدم الشاهينية؟ وأيضا الوصول، أيضا الانطلاق مع الضبي عبيد بن سالم الفهيدة، وصل الفهيدة، ولكن اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، ولكن شعار النجوم ينطلق مع 900 متر الأخيرة. إذا غامرت
في شرف مروم، فلا تقنع بما دون النجوم، لا تقنع إلا بالقمة، لا ترضى إلا بالقمة. أوصلوا أهل الطلايب، أوصلوا أهل الطلايب، أوصلوا أهل الطلايب. يا مالك نوف، يا مالك نوف، يا بن ثاقب، بن دلموك واصل، بن دلموك واصل مع مشرفة، وأيضا الوصول، أيضا الوصول مع الظبي، الظبي الظبي على المركز الثاني. ألف هيدة، ألف هيدة، بن ثاقب وابن دلموك، ولكن بن ثاقب، بن ثاقب ما شاء الله عليها وحواليها، ما شاء الله عليها وحواليها. روحت نوف، روحت نوف، روحت نوف. الله يا بن ثاقب، الله الله يا جابر، يا بن ناصر، بن ثاقب روح بالانتصار. بن ثاقب من قدم لنا هذه النجمة، من قدم لنا هذه الدرة، من قدم لنا هذه الجوهرة. سلام 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 يا نوف، سلام يا نوف، سلام يا بن ثاقب، سلام سلام يا جابر، يا بن ناصر، يا بن ثاقب على هذا الفوز الكبير. سلام يا نوف، سلام. المركز الثاني كان الوصول مع أبو واسل عبد الله بن محمد المري. المركز الثالث وصلت مبشرة حمد بن فرج بن دلموك. المركز الرابع كان الوصول مع بيان وفهد بن جابر آل حنزاب. المركز الخامس كان الوصول مع الشاهينية جابر بن ناصر آل زبدان المري. إذن تهانينا، تهانينا والف مبروك لمالكي نوف جابر بن ناصر بن ثاقبة، من قدم لنا هذه الدرة. التوقيت الزمني لحظة الوصول 6:38 جزءا من الثواني. بينما جاءت في المركز الثاني اللي هي بواسل عبد الله بن محمد بن فهيد المري، قاطعة مسافة 4 كيلومترات بتوقيت زمني وقدره 6:04:98 جزءا من الثواني. بينما جاءت على المركز الثالث مبشرة لحمد بن فرج بن دلموك، قاطعة مسافة 4 كيلومترات بزمن وقدره 6:05:32 جزءا من الثواني. هكذا ينقضي شوط